السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مجلس الأدباء. مجلس الأدباء هذه الليلة لا هي استعرض معاكم قدر من الإنتاج الأدبي، يهدو لهم ياسر في القب، ولكم انتم ياسر عن تشوفوهم على الشاشة الثقافية. ولله بإذن الله تعالى الليلة نصب قدر من ملاقيطة جديد الأدب وجديد الإنسانيات، باعتبار عن الأدب الحساني هو مرآة هذا المجتمع، هو نبراس، هو بوصلة أرواقي جل مشنقمين للمجد. يقول بعض الناس شنو هي علاقة الأدب الحساني بـ 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 بالسياسة، شنو هي علاقة الأدب الحساني بـ بـ بالمشاريع الكبرى، شنو هي علاقة الأدب الحساني بتثمين الأشياء الكبيرة اللي تهم الأمة. لين عد الأدب الحساني ما هو المعني بذا، ولين عد الأدب ما هو معني بذا، لماذا يعد الشعر هو ديوان العرب المعبر عن أفراحهم وأتراحهم، ولماذا يقول الشاعر العربي ولولا خصال سنه الشعر ما درى بغاة العلا من أين توت المكارم. الكتف لا كتف يا غير، من أين توكل الكتف؟ ما هو كل حد يعرفه، لا بدالون يلبس فصالة عارف، والله يعود هو أصلا كان لا فصل تعود فصالته مضبوطة، والله يعود رأي أمه اللي سامع حد، والله يعود من أهل الرأي، وهل الرأي وهل المشورة وهل الحكمة، من هم الذين عدما أهل الشعر الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق البشر كامل قال علموا أبناءكم الشعر فإن من الشعر لحكمة. لماذا يعود وزراء دور الخلافة وزراء الناس أهل العقول والناس أهل الحكمة كاملين شعراء؟ لماذا يعود المتنبي هو الشخصية الأولى في دولة بني حمدان؟ ولماذا يعود أبو عمار هو وزير ذيك الدولة اللي في الأندلس؟ ولماذا يعود النابهين والمثقفين وهل الفكر وهل العقول وهل النباهة هم مرازبته، هم وزراء الدول والأمم والخلافات؟ لماذا يعود مثلا هما وزراء الأمراء؟ لماذا يعودهما هما اللي ينعتوا للناس الصالح من الطالح؟ لماذا يعودهما هما اللي يعرفوا قيمة وخيرت وقيمة العس من ورخست؟ لماذا يعودهما هما هما اللي شرعوا يعرفوا من الشرع من أين يعود ملاه هو مول الشرع؟ مثل ذابحها في الكرعان برضع لمبارك يوكلها، وضروا من بركة بولنوار فاتوا لعب قاع في الأزل. وين هما الأبطال اللي الأسطوريين الغير قابلين للهزيمة، أنصاف البشر وأنصاف أبناء الآلهة في قلقمش وفي الإليادة وفي الشوديسة وملحمة الصنبا وفي تراث الماندينغ وفي تراث الإغريق وفي الأدب اللاتيني كامل بأنواعه وأشكاله؟ أين تقطع عادوا الشعراء محيق نادر اسمه يعادل ولا يميل؟ أين تقطع عادوا هم اللي يرسموا خارطة معالي الأمور، هم بوصلتها اللي من خلالها يعرف اللي الحائر اللي ما فات اهتدى شور كبير الشور، والله الشور اللاحب، والله الطريق المؤدي لمعالي الأمور. أسئلة ضمن أخرى تنطرح في كل موسم وفي كل زمن، وبداية هذا الحلقة الأولى من ذا الموسم الجديد من مجلس الأدباء لنعالج هذه المواضيع وجديد الأدباء الشباب وجديد ظواهر الأدب اللي فصل الحقيقة أبهروا العالم، وعادوا شون الرسائل من أخوتنا من مختلف الدول الناطقة بالحسانية اللي بإذن الله تعالى لها في أيام قليلة تعدلهون في نواكشوط. نواكشوط عاصمة الأدب الحساني، نعلن ذاك من خلال مجلس الأدباء
بعودان نواكشوط هي عاصمة الأدب الحساني، هذا مكسب، وهذا كان مطلب حضاري مريح من أخوتنا كاملين تثمينا للدور الكبير اللي تقوم به نواكشوط وموريتانيا دولة وحكومة وشعبا بالنهوض بالخطاب الشعري الحساني والنهوض بالحسانية والثقافة الحسانية بأشكالها وبأنواعها وبأنماطها وبكافة تجليات وسيفسائها. هاي الظواهر الأدبية اللي بهرت الناس وطرحت ياسر من التساؤلات ويقنت الناس عن موريتان وعن الجمهورية الإسلامية الموريتانية اللي بداع فيها ما بات عقر وراويها ما يقد يعقر ومناهلها ما تقد تنقر أبدا ومكافحها ومسايلها ماشيين الدهر كله بشلالات من الإبداع وشلالات من الإخاء وشلالات من التقارب وشلالات من الوحدة وشلالات من الإنصاف وشلالات من إقناع الناس بمشروع حضاري ذكي الناس كاملة عاد قاردة به كريد الشور كبير الشور فن موريتانيا إن شاء الله دار توصل بر الأمان. رحبوا معايا برئيس منتدى الأدب الشعبي الأستاذ خطاري والعلي. خطاري في حالي أقربات ما شاء الله مرحبا وسهلا وخيرت ما شاء الله مرحبا وسهلا. رحبوا معايا برئيس رابطة أدباء إنشيري الأستاذ الفلاني والمسيكة. رحبوا معايا بالظاهرة اللي متوحشينه وما يشي فينا ياسر من القبو عاد ما رقلنا ليت اللي هو أستاذ يسلم والمبارك فاد. وانتم ايش حالكم؟ ياك لباس ان شاء الله يا الخير لباس ياك الصحة. وانتم باش له تجروا القبع على المشاهدين لهم ياسر عنكم متوحشينكم وهو ما ضرك يعطينا خير هذا اللي حارك من ذي الأشياء كاملة لا آخر الضيق إن شاء الله يعود هو أول الفرش محتاج نضارك بهم اللي قاعدين في الديار وكلها مثلا ما يختار يختلط بياسر الماء محتاجين لكم أنتم أدباءهم تجروا عنهم العماش وتحارمشوهم تجروا عنهم هذه الهزمة لأن إن شاء الله إن شاء الله إحنا أولا بعد قاعد مشرفين بهذه مشرفين بهذه حتى المقابلة معك الأستاذ العميد أستاذ الدوه البنيوك مشرفين حتى بظهورنا في هذا البرنامج ومشرف بهاي الحلقة معه وقوم الصم ما نعرف كم له نقول عني مشرف لا 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 احنا ما خلي ذاك توف و سالف فلان ايش الحال؟ يا قرفاس يا خير الناس شاكة عن شعرانا موحدين اللي افتي في الواتن نزلتي في الواتن وانتم هذا الحمد لله اداري والحمد لله قريب من رجل اعمال ماني قال فيه قاعد لا الخط وذا رجل اعمال الحمد لله كلها عنده التزامات خارق رقاش مره قال لنا عن الشعراء هذا وعنهم دائما قصبات طريفه عنهم دائما دار الترفيه والجابر معانا عاقب وقلل بهم الحف لا قال هذه هو قاعد لا ترى زينك بعد الشكر تفوق لا حد يقلل فيه شيء ما والله يكثر به الخلاف انا قاعد شفت واحدين فاقعهم الله حق بعض فاقعهم لحد يشوف احد متمونه شقاع ما قطيت نمط جديد هون من هذا يقول لك شفت واحدين متموكين ما نعرف يرمونكم شنو ومجيبه باط عنه جابر معايا وقال لي ياسر مشدون ذاك وعقب قال لي في النهاية بعد رحمانه كذا للترفيه وفعلا عنه لدب قد يعود للترفيه غير ما اللي يحمل ياسر من القيم ثاني هو لا الوجه اللي درتوا فيه هو لين نديروا في الترفيه حق بعد هو يعود للترفيه ولين نديروا في لين نديروا في التوجيه يعود للتوجيه ولين نديروا في القتال لانه رساله والتعجريف والملحمه يعود مولي فيه يعود مولي فيه عن ترى بن شدان لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولا كان لو علم الكلام مكلمي مخاطبته مع 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 مع, مع, مع حصانه وسيفه اللي مشهر في وجهه الأعداء والله هو اللي قلت حد يقول عنه كل شيء لدى بكل شيء لا حسب توجيه اللي وجهه له صاحب
وكل إناء بالذي فيه يرشح. بالذي فيه يرشح. لنعد ملاهمنا للنصح ومنها للإرشاد. هو على قدر أهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وكل 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 علب وكلام إلى عاد حتى النفوس للبشرية كلها لكن إناء وكل إناء بالذي فيه يرشحه. لنعد فيه العلم لا هي تطغى العلمية على شعره. ولنعد فيه الورع لا يعد شعر وارع. ولنعد فيه الشجاعة والبسالة ومنها الفخر ومنها التيتر لا يعد مولي فم قدر من تياطر وقدر من هذه المرأة. ولنعد منها الحق ومنها هذا تظهر فيه ولا كلها 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 الله الله الحق. على كل حال بعد هذه الحلقة يا الله تعود لا ترفيهية نظرا للظروف اللي حق بعد حق بعد حق اللي فيها حق بقى رانا حايشين قاع منهم الشعر لا تعرفي اسم هذا كان غازي زقزقه طويله يلا السفير قرره اجبار يبان ايوه الحمد لله هاي ذكر هاي بعد ذكر لها نواك شطون ما خاسر ليش الله يرتنا يسلم المبارك فيه انه عاد قاعد نقول قاعد نقول ذاك السبب اللي انا ندخل الطوف في الموضوع. ذاك لاش بينكم ذاك روق بينكم انتم. لا نحكي طلع من اخر شو نقولوا؟ طلع يقولوا صرتك ما نسمح لك يا نو الصبح اللي في اشكاك الضو. وعقبت لا تميت الجو وتخضوا بالشورة الباك. وعدت عقبت احمر. والله حو رقبت حمارك ذاك رقاق وعقبت ام الدنيا رقبت قصدك بيت مو الى خلاق وقالوا لي عنك جيت عقبت انا ماني حاضر لك نار الله ايوه النار يا شو زين طلع ايوه انا اسمح لك الخميس اللي سابق ذاك مشيت ام اللي تتقاوي تصابك تلي وانا تعرف عني مشتاق لخريف متوحش بلي وتجي من تلي قاطع شاق وتعدل لي المعدل لي وهمك ما صعب الفراق وعقبت ام الدنيا رقبت قصدك بيت مو الى خلاق وقالوا لي عنك جيت عقبت انا ماني حاضر لك ونافعني عن القهار عبد ومتيقن عن الاقدار فيدو وانه فيدو الاعمار يوسع في ضيقه خناك وقد يجيبك كل نهار ينوي تبر الاخلاق وقد لا قدرت نهار ما يقطر منك قد حواك غير صك الحمد بلا عار معطاه ما في تصماك ما يقطر منك قد حواك غير صك الحمد بلا عار معطاه ما في تصماك قلت لهم وديني رقبت قصدك فيت مو الاخلاق وقالوا لي عنك جيت عقبت انا ماني حاضر لك الله يمزينا الله يمزينا الله يمزينا هذه الحسانيه الزينه شو هذا قد حواك والسياق الزمني اللي مشى من عقبت والله هو النص هو رقع فيه قبت كاش وحمار دخلك الحمار ما يعرف وحو اللي ما هم الالوان اللي متداول عند الناس الله 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 حو شفت العربيه حو العربية مشتقة من حواء والدتنا والله والحواء المرأة اللي في شفاهها سمرة تميل بين ما هو السواد الشديد يا غير ملي هو التحوكيل حو يقول شيخ سيدي الكبير فما أفسد الألواح والهمة والتقى كبيض التراقي مشرفات الحقائب مراض العيون النجري حوين شفاهها رقاق الثنايا حالكات دوائي الله الله انا اللي نفتتح ب انا زاد مولي اللي ندخل في الموضوع ولولا كذلك اللي ايش عامل استاذ مني اللي ندخل الحين افتتح الحلقة بهديح الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الناس في الطغيان كانت تصول وتجول قبل الرسول ولا تقول ذا الشيء وحرام. وقاطع مول الحلال ما قط قاع به طمعت. ومنين جارات في مجيه محصول من الحلال وفي الحلال شمعت. وعاد مجي الرسول عايد له حفول والله يمين ما قط لمعت حد كيف ترسول سابق ومرسول وبالدمع خيار اللي عليه دمعت وخيار اللي شافت الله رسول وخيار اللي زاد به سمعت واللسنة مدحه شبحت فيه
وذرعت وتراب به مرعت ولا شبحت ما تقد تحصيه ولا تقد تحصيه لذات ذرعت يلا لي زين لا هنا الله لا ينعلي هاي لك ها وطارك طلع ذل برق لهن علولي ولا تنعلي الذي الله بيدي قبيل انا نصنت لك بوذن مشاء مسابع وطاعني اني ما قلت لك علي ذا بيدي اللي اخترته مو اقول لك علي ذا انت علي ذا يوك الناس في الطغيان كانت تتصول وتجول قبل الرسول ولا تقول ذا الشيء وحرام اح وقاطع امول الحلال ما قط قاع به طمعت اح ومنين جارات في مجيه محصول من الحلال وفي الحلال شمعت وعاد مجيه الرسول عايد له حفول والله يمين ما قط لمعت حد كيف ترسول سابق مرسول وبالدمع خيار اللي عليه دمعت وخيار اللي شاف تلا رسول وخيار اللي زاد به سمعت واللسنة متحو شبحت فيه وذرعت وترابها به مرعت ولا شبحت ما تقد تحصيه ولا تقد تحصيه لزاد الله لي مزين الله لي مزين قلت لي البرق مش خارق له صرت لك ما نسمح لك يا نو الصبح اللي بشتاك حكي حكي لي حكايتك انت ذيك الزينه ما هي ليت بدنا نبال ها انا متوحشك والله صرتك ما نسمح لك يا نو الصبح اللي فشكاك الضوء عقبت لا تميت الجو تخض بالشور تلباك آه وعدت عقبت أحمر والله حو وعقبت حواوك ذاك رقاق وعقبت موليني رقبت قصدك بيتموم الأخلاق وقالوا لي عنك جيت عقبت وأنا ماني حاضر لذلك قالوا لي عنك جيت عقبت وانا ماني حاضر للاك وانا ماني حاضر للاك ولا نسمح لك الخميس اللي سابق ذاك مشيت واللي تتقاول تصاوق تلي ها وانا تعرف عني مشتاق الخريف متوحش باللي وجم تلي قاطع شاق وتعدل لي المعدل لي همك مصعب الفراق عقبت موليني رقبت قصدك بيت موم الاخلاق وقالوا لي عنك جيت عقبت انا ماني حاضر للاك لا يا رتوف ونافعني عني القهار عبد متيقن عن الاقدار فيدو ونو فيد الاعمار ويوسع في الضيقه خناك يقديش يبقى كل نهار ينوي لتبرد الاخلاق ويقدي لا قدرت نهار ما يقطر منك قد حواق قد حواق غير الصك الحمد بلا عار معطاه ما فيه التزماق عقبت موليني رقبت قصدك به موم الاخلاق وقالوا لي عنك جيت عقبت انا ماني حار الله يسعدك الله يمزن ما هي عادي ما عادي تفهم منهم عن النو خسروا الصبح الله وعنه قد يعود يرقب اضحى وعنه رقب عقب فهمها ومعقول فارك الله وعنه بعد خريفه معلومه عليه الله الله انا من واو واحده يا طلع ما هي عادي وانا لا يزيد انا نفتتح بشمه النبي صلى الله عليه وسلم برك به والله صلى الله عليه وسلم برك به المجلس والله يقول من رحمة مولانا بينا ومن مثل استماع اليوم وفينا عودان وساكن بينا وافطر عنا بعد حمدناه وبيك عبدناه وكافينا اللي حمدناه وبيك عبدناه ولحنا بيك اللي خالينا بالكفر وذارينا فدناه وفدنا بيك المتولينا والخاطي هم اللي فدناه والعالم قدناه وزينا كونك بيك العالم قدناه ورفدناه على عينينا ورف القلوب ونشدناه بربنا من بينا وبها من ويمان وزدناه ورفدناه بذقل علينا ومن ديار اليتم رفدناه وعدنا حد معادينا فيه بذاك دبيه وعدنا بحرب وشري فانينا وباس الداب السيف وشدناه وذاك الباس تكابل فينا من بيت من الحرب شدناه بدنا به لفتنا رينا من ذاك اللي كان بدناه طاعة للمولى وعلينا حمد من أخباره لجبدناه حاشا خصلاتك خافينا ياسر من معناك بعدناه بالفهم ويسوى ذنينا سمعوه يسمو شاهدنا طلع وحدات في بلد لا اكثر صوت الله بارك فيهم نظرا ل الله مزين غير خالقين طلع مشاتهم لنا صاحبة الذوق الرفيع احنا اهل مجتمعنا الكبار اللي اهل ذوق رفيع واللي جان عندهم اللي نقولوا نحن واللي اللي تقول الناس كامل يلا حد منهم يتم لنا ينسمع خالق حد منهم من الواديب مشالي نهارات رسالة لأن إلى عندنا مجلس الأدباء أنك تحكي له طلع نصايح قط سمعتهم عندك وماتي التاليات قايلهم عندي عنك في الماضي طلع لهم نصيحة والله توجيه واصلوا هذا ما نضبط توجيه بتيت ما هم طلع واصلوا ها
هذيك اللي طلعها واحده ما الله ما انا قاعد كيف مين استحضرها ما معقول انت استحضرها وحكي لا نحكي لك نحكي نحكي طلعه تقول خضت على دمان رايح بيشد وجرايح طبعا اللي ذكرني به يسلم هذا واحد في الابان تراب متكلم ايوه خضت على دمان رايح بيشد وجرايح طاح اللي ما كان طايح من الصدر ورقاق عقب كان لا سرايح في العين والاخلاق غير معنا فيه ريحه بين الشده والجريحه ريحه الارض اللي صحيحه طعمتها تنضاق في ايام الدهر الشحيحه من فضل الخلاق ايام الدهر الشحيحه كامل ما ضر جاه وجاه وتم اتفاق وصدره طايح غير ما هو طايح من الاخلاق خير ما هو طايح من الاخلاق يا الله مزيون علي علي سقير مولي هذا ما هو كل حد يقعد يطامه فيه معانا الزينين ويسلكهم وقعدهم على حجره صحيحه حق صغير صغير الله فيه روايه ملاحظه فيها انا دعيت نوزنه لا عنه يتم قاعد بين العينين غير تفوت تبارك معاه ولك هو والله يعاونه في راسه تقول خضت على دمان رايح بالشد والجرايح والجرايح طاح اللي ما كان طايح من الصدر ورقاق عقب كان اللاس رايح في العين والاخلاق غير ما عاد فيه ريحه بين الشده والجريحه ريحة الأرض اللي صحيحة طعمتها تنضاق في أيام الدهر الشحيحة من فضل الخلاق كامل ما ضر جاه وجاه وطيب صدر طايح غير ما هو طايح من الأخلاق غير ما هو طايح من الأخلاق الله لي مزين الصور الحين أحكي لك هون طلع من البكاء على الإطلال والله شعليه ملاك جديد الحال عم يقول على هطلال يعرفهم جسر ميلا ولا تقول عن زراك مكان على ريح سيل عتروس بدلي عن زراك مكان على ريح سيل عتروس بدلي ولا تعطيك انت من دي خطمة للي غير وفي الفيش وبلا ريش في شدون وحي هالعقل ولا طايب لك عيش وفطن كنتم واللي يا خيدون حسي العيش بلا ريش ومارت عن وكرك عسريت ومارت عن وكرك عسريت وعلى انك زاد من اهل الطيش حسي العتروس نسيت ونسيت مع حسي العيش حسي العتروس نسيت ونسيت مع حسي ولا ينحكون الحين يحكون رثاء الشيخي الشيخ طالمكم ترحموا عليه الله الله رحمه الشيخ سيدي والحكومه الشيخ الله يحكي هون مبارك به حتى مبارك به والله والله رحمه الله علينا وعليه الله يرحمه وبرامجه لا الحين نحكي طلعه تقول الحين نحكي له مرثيه تقول بسم الله الكريم تقول بسم الله الكريم مسنتين وعلى رسول نبيهم صلين وكسرون الوذنين فرف الحين وصنتوا كاملين لكلامنا وعليكم مسلمين يا الحاضرين ومبلغين للغايب سلامنا وبفعل الله الكريم راضين وحامدين لنعم تسلامنا ونعطوكم أخبارنا مجتمعين عاقب سلامنا تو قيامنا يامس الرابعة ودقائق واحدين دهافنين هوك كبير مقامنا افتندوجة داروكة الدين وداروكة العلم بلت قدامنا وعلى الله قاع مانا معظمين مشيت هوك شيخنا قدامنا تاج علمتنا الكبار كاملين وباش تغطابنا الزاد وعلامنا الشيخ سيديال متبسمين بيه وحجة حق تبسامنا كان المرضات الرب من قاد وكان موقف الغاية في التمجاد ومازال ويدور اللي يتم زاد وبالصالح كان حش تقوامنا ومدل الفصال كان ينزاد وصلاينا كانوا صوامنا وجودنا كان ماهم الأرداد وتخمامه كان فوق تخمامنا وموحد بالإله رب العباد وشور طريق الرب سقامنا وعند الرب راجين للمراد ويديرنا معاه فيه بتمامنا وفي الخلة كامل ومن الأولاد يبارك والمنات ويتامنا وكنا راجين من عمره الزاد في الدنيا مع طول أعوامنا غير الدنيا شوي من المراد ولا تراعي رحيلنا ونقامنا كنا راجين معاه فوق مية من اللي عمر ذاك اللي في تخمامنا والهامنا كان يغير هي فايته تخمامنا والهامنا تخمامنا والهامنا الله يجزيهم هذا يا من واعر
هذا مال الشيخ الشيخ سدية. على ذكر المراثي يعني حزان المراثية قلت له الراشد الصالح محمد والشيخ محمد الأستاذ أحمد الله برحمته الواسعة والمسيحة جناتي الله تعالى خيرت قلت مشي غير الصام محمد ما ينخاف عليهم حقين اللي ينخاف عليها لا حد مسماه رافد العوين ينخاف عليها لا حد مسماه رافد العوين غير الصام محمد ما ينخاف عليهم حقين اللي ينخاف عليها لا حد مسماه رافد العوين وما حد مخاوي الأخوت كان وكان محضر للموت ومش يطجع قلبه مزبوط من الإيمان ويشهد لبين البحرين نمو لقوت في امتثال قال المبين وانه ما قطف افعال مذبوط شيشين ولا قطف شيشين عاد طول حياته منعوت ما ما يخلع ما مشى من منين هو حد مشرافت زاد من المروه والدين وزاد على ذاك انه كان زناد للضعاف وللمساكين ما ينخاف عليه ابدا زاد وما الوعد رب حنين الرحمه يذاك من اوتاد الستر والدرجه واللين والفتوه وفسوخ غماد الخاسر تو حمار العين وتبارك في اولاده والازواد واخوته واخواته الاخرين ولا جبروا يكون المراد والدرجه وصلاح الدرين الله اللي مزين الله اللي مزين حتى رانا الله اللي رحمه الغفران الله رانا مرحمين عليهم ذا المنبر محجين واللي نهجلوا اللي هو الشيخ محمد دلول الشيخ محمد الشيخ محمد العسى أخرت تحية للأسرة الكريمة ولا هي نحكي تخميز وقت عدلت في التوجيه قلت زين في حد يعرف عن طول مسداه ما يهيب الناس وفحول تغناه ما يهيب الناس حد عاد مزاه كبير في الناس يا الله ينيرها ويا الله ما يقول شي لحد في قفاه والناس ما الله يستواه كبيرها وصغيرها حد الكريم مساها قاعد الدرس على أبو وزيرها يا الله يقومها ذاك معناه ان الدرجه مونك قلت تحذيرها يعرف عن الخاسر حد رباه عن النار وهو يين تغنديرها وان يحرق بيوم الصبع في قفاه وعلت الدنيا فهم خاسيرها الناس يعطي خيرها ان شاء الله لا ملقى عيرها ونفيرها وياسرين فيها الشاشره ويلا كل مده تقوم وياسرين فيها الشاشره ويلا كل مده تقوم والله تعدل تحديد الناس القى لانه هذاك من الرواقي ان شاء الله يعدلوا تحديد الناس جايز فاتي انا به والله قاعد يخلق عندي اسكيف قلت لي زين في حد يعرف عن طول مسداه ما يهيب الناس وفي حول تغناه ما يهيب الناس حد عاد مزاه كبير في الناس يا الله ينيرها يا الله ما يقول شي لحد في قفاه والناس ما الله يساواه كبيرها وصغيرها حد الكريم مساه قاعد الدرجة على أبو وزيرها يا الله يقومها ذاك معناه ان الدرجة مونك قلت تحذيرها ويعرف عن الخاسر حد رباه عن النار وهو يين تغنديرها وعن يحرق بيوم مصبح في قفاه وعلت الدنيا فهم خاسيرها والناس يعطي خيرها ان شاء الله لا ملقى عيرها ونفيرها وياسرين فيها الشاشة ويا الله كل مدة تقوم يشيرها لا 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 الله زين اسكحت اش حال مرضيت فقيدة الساحة الله الوطنية خير السياسية والفكرية خير الأدبية والثمان وكتية بعض كمان وقت على النفس والحلاوة وتواضع ملء السنابل اللي تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ عرفت من قريب رحمة الله عليه كان هو الرئيس الشرفي لمنتدى الشعراء الموريتاني الشباب اللي كنت رئيسه لأن نواته عند ارتحال زمان الحسانية هذه وكان هو أول رئيس شرفي له وجماعته اللي عدتهم وعدل في داره رحمة الله عليه الله كان محتضنا شمل احتضان ويصى مع عالم بيحال ولا إليه يشحال ولا ما يدور ينذكر ولا يدور ينشاف ولا يدور ما يدور بيما ما وشيت كنت أصور أحمد بابا ولا أحمد بس الله الله ليك تقول تقول عجيب أحمد بابا غابة ولا أحمد مسك الشابة كان في القبيلة والغابة هو كان سبعها من حر القلادة وشبابة عن شينا لهي تتبعها ولا يعرف من طبعه يابة عن شي يرفع به اسمعها ومفعها ومشن الصابة القلوبة فيه ويوجعها ما ودعها والغرابة كون يمشي ما ودعها ولا قدت تصبر بمهابة موت اللي في الدهر ومفعها عادة تنفقد وتترابة عن شي فيه تصيب وسعها تنشد العكل
العلابة عنت الشق تبلعها تبلعها اوف عاد مشيت على الباب ولا احمد المسكر دفعها في السياره لا 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 خطابه ودفعها في اللي يرفعها ودفعها في المهابه واللي الاخلاق موسعها واللي مثلوا فينا معدوم لنفصل فيه المظلوم اصبح المظلوم الشدوم يشد الارساق ويفدعها الكلام اللي قالوا المظلوم الشدوم يشد الارساق ويفدعها الكلام اللي قالوا مفهوم وكلمه قايلها تسمعها ويفطن تميز قليل هو يتكلم لا تحت يا غير جماعة تسمع كلام كامل تسمعها بالروح قال إلى أبو ماضي هذه أصداء روحي فلتكن روحك أذنى دي اسمع الروح تابع الله كلمة قايلها تسمعها صلاي وصداق ومعلوم الناس بجين ويطبعها ويروبها كانت روم وشهرها وشجعها وخوفها مشي محتوم وكانت تخوف يطمع اسكي تخوف يطمع لأحمد مسك ما متهوم عن كيف راجل يمنعها الفراق ولا راجل مخدوم متقزن عنه ودعها ولا كيف راجل فيها يوم بكريه يوم يفزعها فضر عدوها وتجي محكوم عليها باللي يجمعها ورجلها كان منين تقوم بالخطي وتبط زرعها مازال اخضر منين تلوم وتدخل في العين صبعها وابدعها كان ايه تقوم تعرف عنه كان ابدعها واليوم اليوم ودعها القيوم بلاني ظاهره وخلاص ما عند حد فيش ايوه واليوم ودع القيوم راجل بسامع يرفعها ماشي الاخلاق عليه حموم عادت والعين مدمعها وصل الرحمه كان روايه فصل الحقيقه يقطعها كانوا يرقعها والغايه يقطعها كان يرقعها الباب عجيب والله ويلكم الافتيان الافتيان حق حق الافتيان حق حق عدل ذكر شيخنا الشيخ سدي رحمه الله عليه صار لي نحكي طلعه عقب هذه قطبات قالت له ما هي من اللي قط داول على الاعلام تقول ما كيفت الشيخ سدي حد موجود في الكرم والجود والمد ما كيفت الشيخ سدي حد موجود في الكرم والجود والمد وسر الصلاح فيه زايز الحد زاكل فيه ما يقدر يدرك وللضعاف كاملة عايد سند ومعطاه للي جاه ممرق وشيخنا لاحق الهيه في التمجاد ومنادم كامل وقام منقاد وفاصل في شيخنا ومتحرق عاد وجاه يرجع ماتل متحرق ولو يتم يرجع ده كل ميراد ولا رجع ده فريدوري وطرق ده كل ميراد ولا رجع ده فريدوري وطرق ده فريدوري وطرق ويرالي كامل وداير زاد فيه ما فتر ولا فيه عرق وحد حامر وفي المد بالدق فيك يوم من الايام بعد يصرق ويدور عليه يتفرق دقيق ودقيق ما يجتمع لا تفرق يدور عليه يتفرق دقيق ودقيق ما يجتمع لا اله الا الله يلا لي مسيان قول لي لا يسوي لك خطا يسوي لك تسوي سوف يقول حد فيها طلعة زينة شي انت انت انا جاوبك انا خلي انا جاوب خلي انا جاوب انا جاوب دور حاس راح يقول طلعة زينة ابد لا تعرف غريبة عنها انا عيت رد فيت خان باطل ناقشوا شوي لعلنا رقاش يعود مقيد المضمون والراوي والقواعد والفكرة كامل وهذا يحاول عنه يوازي بينه وديني مرة قبل شكل العبارة إلا يقد يعود يزيدها عنها والشعور أنا بقول للشيخ وتوفى الشعور والعبارات والإلهام والفكر الإلهام هو المقصد وبهذه الأفكار هي اللي تربط الحبل السري ليج عمل أدبي لا يعد يصرت ويك الأول ولما يجي بلد كامل ما يقدر يعود عمل قاع إنسان فيديو اللي ما يجز لسان عن الحيوان وعن باقي الكامل اللي في الكون التفكير معناها عن اللي أنت عود رواية ما مخمن فيها ولا مو يتلهم ولا سابق شيء ولا مدبرها ولا مضوغيها أنا قاعد أنا قاعد العميد مو أنا زادان على رواية لأن معناها عن الإلهام والله الشعور والأول استنتبرق هو اللي لا يقودك للفكرة الفكرة تقودك كل هو كل واحدة منهم تقودك للثاني كلها تروحك عبارات من فسر أنا قاعد أقول عبارات لأنهم هم يقودوا بالشكل قال أنت الشعور واحد يخاطب بلاده أنت الشعور وأنت الصدق في نغم اللي هو الوزن أنت العبارات والإلهام والفكر غير هم لابد عندهم ترتبين لابد لابد قود الأخر لابد كلهم قطعا عني بعد حسب لا شتون قلنا احنا في الحسانية تساويك
تقولوا العربية التساوق حسب التجربة في الوزن، لأن العبارات مو هو اللي يولد الشكل. والله معناها معناها عن الشعور نفسه هو اللي يولد الفكرة. والله الفكرة لا يجي في شكل، لا بدا لها من قالب زين، هو لا يجي قالب، المحتوى الصعب هو المضمون. شفت قاع هو العميد، شفت هو الراوي هذا، والله ما ملاحظ هانا دائما دائما الراوي هذا اللي ما هو خالق دائما الرفيه ذاتي دائما يعود مونك الراوي الجليجي ودائما يعود مولي موسيقى زين هذاك هو هو الغلة هو مازال بكر ونختار مولي ما في ذاك. شفت هو مولي الابداع، الابداع هي هو اللي ابتدع مغيد بالفكره، الفكره يا الله يعود حالة تعود الطلعة والله القاف والله تهيدين والله يسوي شنو إن شاء الله تعود مبنية على الفكرة بعد قاع أول طبعا ويا الله تعود مولي متقدم على الفكرة هو في هالإبداع لك اللي متقدم على فكرته ما يا الله بيلي هو ما يا الله يزيد عليه إلى زاد عليه يبقى لها طنب حسب الغرض صف عنها يعود الضعف حسب الله يعود ولا الشيخ رحمة الله عليه كنت يقعد يعود يميز انا اعرف كان ذاك يميز لقنا المقيود عن على دم الاخر على اني كنت معاهد ورحمه الله عليه في حياته على اني ما نقول له شيء ما هو منين فوت نجي مباشره ما نقول له شيء ما هو هو منين فوت نعود معناها عن الراوي من نفسه عنده البركه في البركه الله الله الراوي عنده دور كبير في جمالية النص. الله. في اللي ملاحظ عن دائما إني تقبل تقريبا راوي في التقاء ساكنين تقبل واحد آخر مولي تالي مباشرة في التقاء ساكنين لا تزيان موسيقى النص نفسه. الله. وحتى ملاحظ رواية غريبة لأنك مزدت تقدي نظر كاتيها نظرا للسبقك المتقدمين سبقك وقال لغنا أنك مستركت تقد تقول طالع ما قد تنقى الراوي سابقك. الله. حق. الله. صحيح عاونك اللي قاعد طب اللي تراكمات اللي قاعد تخلي صحيح شيء وخاصة من تعود وقعت ثم اللي تبارك الله رواها يجيكم هو بالفعل جيل ذهبي القصيدة الشعبية نقول لكم أنا عنكم فمن روايك تقول رقاج اليوم كنا شاهدين أخباركم أخبار بعضكم لا تعودوا في الليل والناس الأولى ما كان مهم عندها الشكل كان مهم عندها الفكرة اللي توصلتها فيها اللي قاعد توزن محمد بتيقنت توزن محمد بتيقنت ويوزنوا فيه ويوزنوه يقير الله وبهيه قاعد توزنوه بالهيه يفرقوا كلمة ما فيها حرفين مشددين صحيح كلمة ما فيها حرفين ما فيها مشي لا ينفرع انت تفرق شي ما هو خالف انت تفرق شي ما في الأخر صحيح صحيح يقير فيه مرواي لعلن النص من نفسه سبحان الله الفكرة تم تزيان وتم يجيبوها لك بعبارات اللي تغنيك عن الوزن عن الوزن أيوة شفت أصلا ميز الصالجي يتبعوها دائما في البت الكبير هذا والله الكبير ما يوزن من خصوصيته البت الكبير ما وزن البت الكبير من خصوصيته يقدر ينقلوا لك فيه الصورة والله جيت انت مطلوق الدنقير فوق الزامل تراس سبر رجليك حدبان لا وعمامة التموجير داير قفارة ووازن عليك وداير كتب السلطنة للدير هذا الصيف انتقلت لك وزن الضميري غير اللي قالوا فيه ما هيك تحد يقول والله عدت داخل اقول من جير الاثاب كون قدرت الملي شفت التومه طارح عليكم العار عنكم من جاي تفرج القادر يعملوا التم ليه ما توزنوا فتو سمعت شو هو كان رقاش هو تعرب عن كان رقاش هو كان رقاش وذا واحد ملي فيش يوم اللي كنا نتقاولوا اليوم عن 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 الناس الاولى جاك واحد منها يقطع 1000 كيلو لا بدال من عيش 80 سنه لا بدال من عيش 80 سنه كانوا لا عاد من اهل الساحل يعود يقد ديال حق مثلا النعمه يعود قد شاف النعمه ترى كاع لا تعدل مع حد ابل فيديو يعود هو على قلب قادي يقول لك هذا قط قاد عليه كافيه موكا وقط قال عليه فاليو الله وسو موكا ويجي واحد هون يوقف لك هون عند المير احنا لاحقين نحافظوا عند هذا وانتم ريتوا يمتش حق ذاكم اللي ريتوا الحسانيه مختلف اشكالها في مهرجان واحد يقدوا يجوكم اهل قليميم يقدوا يجوكم اهل تمر راست يقدوا يجوكم اهل تيندوف يقدوا يجوكم اهل عيون واهل بوجدور واهل الداخل صحيح يوقي بعد ويجوكم وسموهم كل نوع من اهلكم يجوكم في نهار واحد والله جايبتهم طائرة ويسد بها من عندكم أمولي نهار من قد
قابلين ذا اللي بين ايديكم انتم كامل عاد عندهم انتم قباطوا ولا عندهم هم قبلوا ولا عندكم انتم بينما اذا كان قد يخلق وقدو قاعد يقبلون عندنا احنا بيك اللي لا بين المشي كنت مع تمشي من عند رقوق الدمان هذا الدنيا الى 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 هون المير هذه مسافه ما كل حد قد يقطع اولا بها دون من محاوس دون وذا من المخاطر دونها وذا كذا وذا من كذا وذا من كذا لا غريب بعد عن الادب الاول ينقلوا فيه صور ما هي معقوله عجيبه وغريبه يتخرص اولاد قد تخرص في طلعه وثلاث تصفح جمالياتها ماذا هي لك يا انت من ايات الله بيز الله شاء الله اي عادي كنت يوم دائما قاعد اتخمن فيها الطلعه ذيك يدمن ذيك مريم التهلي الشيخ الباك الله يقطع الطلعه ما ادري ما هي طبيعي الله يقطع الطلعه من تخرصها هو لك هو لك سجل فيها بعد قاعد اولا محافظه وفيها الخوف من الله سبحانه وتعالى أبو الهدف يبدأ لها يورا لخاف الشيخ النار ولا رأي وهون قاع ما بقش ما قال والتاح على الزر اللي فرته وكيد ذيك البال الله غير الله يتجبر الأخلاق منه قد أنت فاقر شو من القناعة غريب الله وتبارك مع الطلعة كل نهار يظل رياض بيني وياه ايش وتقول لك احيانا لا حد وتقعد الزر اذا كامل اذا كامل ما هو لا يورا له خالص وعاقب ذاك كامل ما هو لا يورا له خالص يا وراه مالك ملي في ذاك انا برواي انا غير بالقاع يا صباح يا صباح انا ملي ولا نقول لك ملي في ذاك انا صباح يا صباح في ذاك بروايه ما هي عند ياسر من انا ملي هذا كامل هي ذاك الروايه ما هي غزل مثلا من الغزل اللي متش هذه مدة شرعا في بلد الله شرعا في بلد ما هو القضايا اللي مثلا متش بالتالي هذا صور معايا عن بطريقه متش ومعاون فيها الشرع ومعاونين فيها الهد ومعاونين فيها ظروف كامل وهي تم يخلق فيها وهي كيفته وهذا تعرف مناش من الناس الاولى وهذا مبحث من مباحث في الكلور الموريتاني ومباحث العادات الموريتانية هو عن كانت المرأة تجبر قيمة في المجتمع غير طبيعية بهاش بها اللي بعد قاع هي الحصول على بعد قاع القضايا اللي تمكن رقاش من انه بالفعل يعود 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 اجتماعيا مشيفر مدة هو بعد قاع أسبوع تام بعد قاع من 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 لا تجهيزات وحدها وحتى لين تفوت تخلق التجهيزات كامل اللي لا هي يخلق لا من العوامل اللي تزيد قيمتها هي وتزيد معناها وتزيد اهميتها في المجتمع وبالتالي الهي يفوت نهار تام لا في التجهيز ولا يفوت نهار تام لا في انه هو يوكل اشياء تعود بعد قاع اذا ما مرضته هو بعد قاع تعود بعد العائقه بيسمولوجي متين يوكل الحميس يوكل شمل الاشياء اللي يويلو ما هو جاي مقندي به كذا انت ونفس الشيء هذه الاشياء كامله كانت تعدل واذا يا الله يتمين قال وثقافيه والقنوات كامله مجوره لياك ينعرف قيمه الانسان على التراب الله وعلى انه المبدأ بعد قاع هو المبدأ التكريم به لمولانا كرم بعد قاع البشر الله تكرمنا بني ادم ها وحملناهم وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا الله والمبدأ التكريم الله المبدأ التكريم هو والناس وكرمت عليه الارض شمن التكريم والتبجيل ما هو شيء قد يزيد لحد وبالتالي نظرا للعادات ونظرا للتقاليد ونظرا حتى الامور الشرعيه نفسها يخلق فيها من الحياه ويخلق فيها من التباعد ويخلق فيها من الاشياء اللي تعود عاد هي بعد قاع من نفسها داعي كبير من دواعي غرض كبير قالوا غزل اما قاع الغزل الاخر قاع ما هو فذ صحيح ما هو قاع مطروح مين اللي قد سمعت حد ما هو فاهم الروايه قال ولا ولا يرى له خال حس البل في المرحان تجر قال هذا الوقت قاع كذا وكذا وكذا
هو ما هو فاهم عن هذا. ما هو قاعد بعيد قاعد مزح وت. وما في احتمال ما هذا بعيد. احنا قاعد مستحيل. مستحيل بعيد. سبت الهلاك اياك يثبت لي مالك الاملاك عنها هي سبت الهلاك ويثبت لي عن الهلاك. اتفاق لا مازال مولي ذاك الهلاك اللي تعرف الاخلاق. وشي ذاك الهين تاك به. فيه ساعة خناق غير خلعنا يدقنا تقم تصريف الخلاق شي كان بالاخلاق. وبقى ضيف اخلاق بتشين وبقى ضيف اخلاق حل لي الطلع هاي ما معقول شي تثبت الهلاك اياك يثبت لي مالك الاملاك عنها هي ثبت الهلاك ايوه يثبت لي عن الهلاك اتفاق لا مازال مولي ذاك الهلاك اللي تعرف الاخلاق وجي ذاك الهين تاك به ايوه وساعة خناق غير خلعنا يدقنا تقم تصريف الخلاق شي كان بالاخلاق وبقى بقى ضيف اخلاق بتشين وبقى هذا كيف طلعت لا اله الا الله ما انا مستدام سبت فرشي تقطال كل نهار بترفع و الين عراض عادل باري مرطه وانا قد التقرا وعندي منها شقطه تعالي بالتقال عجلانه من كفطه ونمشي ماشي عنها ونرجع ما نبطه ما سقراني منها كون العيب والخطا هم قاعد انا وخر ما هو قاعد ما سكحت لا عيا تعرف عيا رقاش تعرف يعود رقاش ابقيه يعدل له شيء ابقيه تعرف الناس اللي داش منه يعود ظاهر له التلميذ عليه هذا المشاي هو بيعود يعود ماشين عنده يلعاد متلمد معاه هاد وخ عارف ايش قال يلعاد ما يخسر ما يخسر ايش قال قاعد يلعاد ذاك الحد ما هم له النكار تلمد عليك انت طريق قال حد اي طريق تلميذيه قال حد تلميذي لأحمد بزيد الريم اللي منها فزهيت وش ماله مرة هاك تشيد بالتلميذ عليه وتبقيه وقالت عن سداد التلميذ عليه وعن حد يواسيه وقالت عن سداد التلميذ عليه وعن حد يواسيه وبزيارته ساميته وتلميذيته مش بديه منين العادة تلميذيته لهين التلمد عت علي رأينا زمانة تلميذيته لهين التلمد عت علي حق طلع جرت الموجب لقطاع مع حد من الأدباء والأصدقاء هو لديب هو لديب حيم هدو لحمد ومنها اختار نقول على اني هون قلت في ذاك القطاع ذاك القطاع جبت فيه تاف الويت تافلو تحرشوا مستعمد عليه هذا بعد ذاك الزلم اللي حروشي والله ما يطلب لي كار قاعد قالوا لي ارواقيش على انها حرشه بها اللي تعرف اللي حرش تقول عليه هالشيء ايه وهان انهشاتني بذيك الطريقه واخترت توف نشيل وهي قاعد تفريت ما تقد يكون تعود حرش اللي فيها احمد بزي اللي فيها اللي مسمي فيها احمد بزي الله يجازيك وعند ذكر الصالحين تنزل الله قالوا لي ارواقيش على قبيل قبيل نقول تافلوت ما هي ملسق قلت لهم على الحنية انا تافلوت حرشه في احنا في هذاك احمد بزيد اختارها ما في احمد زين حد زين حد زين حد زين حد قلت عاد قاعد ملس قال لي لقطاعك نبغي نجبر لقطاعك نبغي نجبر يا غنى عصرك مقصد وجبرت مقصديك التلميذية وتلميذك هذا اللي ذكرت مقصديك التلميذية وتلميذك هذا اللي ذكرت مقاطع قلت له تلود للمقصد عجلان وشوري لبت الواد اخترت قلت له تلود للمقصد عجلان وشوري لبت الواد اخترت وجبرت المقصد تركت باني احمد بن سيد عزرته مقاطع زيد عزري التمقات زين حتى زين هي التافل عام بنت ثمانية
قال لي على عزري تم قر تحمد بزيد التلمت واخيرتي غير التلميذية بعد ما قلت ان من هي فت. قلت له بيك غبه بيك غبه في اللي تحجلي بالسولان الدرسي تنكت وهنا حيم الدخل لي حد يتم عليه شي يسكت. هذا بعد يفهمون على التلميذ اللي حوله. طيب هاي التلميذ مدح ما يشان عنده. قال لي عن قابل اني لقبه مات عن قابل اني لقبه مات الرقبه بيه فيها كنت. قال لي عن قابل اني لقبه عن قابل اني لقبه ذي مات الرقبه بيها فيها كنت يا خطاري وانت جحاد زاد انت تشحد عني عدت. زين حتى قال معلوم. قلت له ما نشحد عنك شي حاكيه ما نشحد عنك شي حاكيه من خبر الحد اللي بيه حلمت وتحب حارت حقك كيف تعلم به لعدت اللي ما تعلم. دورت حقك لعدت اللي ما في تعلم. زين حتى التلميذ الشيخ علي الشيخ رحمة الله لنا عليه يا الله حد من التلاميذ والله المحبين إلينا 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 يمشي من عنده فات حج بعدي يا الله يا مرقة طار وإلى عاد بقايته فطار يرجع وإلى عاد اللي بلاقى تلاه فطار يا الله يمشي ما يا الله تلاه هنا فهم هذه من طقوس الزيارة. قلت له حد من المحبين والتلاميذ حج بعدي قلت له عاد يالته يمشي هروبي كثرت الاخبار جبر حد سقع عن هذا مشي انه قاع ما تمشي قلت له قام يعني فات خلق قال مسلم قلبي ماي مسلم قلبي ماي من اللي ما نصاين عرضي به وباين توحيد للمعبود والمقدر كاين في النصيب وفي العود قست طار على خير زاير شيخي مزهود وطلصني شيخي غير حكمتني من تحو كان بيحمل حمدين ورحمة الله لنا عليه قال بعد طلع عقابه هو اللي قد نحكي في جماعة صبحة الأخلاق مقو الشمر هذا فتنا عيري وملي يقاعوا الشاعر على الشاعر اسكعت عندي صديق مغيسي مغيسي اللي يقول لغتنا احنا هذو قال له ليك تقراوها باش مغيسي خالد لا نقول حد مقربين نقول مغيسي خالد صديق ابراهيم الحامد هاني اللي طلعوه قديم لهشي يدور نحكي له صراحه قاع وارك ما يلا نحكي قررنا خطر شي مود اللي تقلع شان الاخلاق وجه السب انت حياك انت تعرف بدك تقول يسلم انت حياك انت تعرف عن فراهم مات تلتها حاصص حراك بعد ما انا ما انا اعطره قريب للدارك ان شاء الله ما عاد تقول والدتي تبغيني نطاع الهم ونقبل الاتساع ايوه والدتي تبغينا نطاع على الهم ونقبل الاتساع ونخلي مجال ومنجاع لغيود ونرجع نسقم. ما هو سيدي في خبرة تشنع وفي هذا ما بلي تقرا. وانا شي كامل الشفاع في البرور وفي الهم ما نرجع عنه. حرقع البرور من الهم مطم. غير منين الصوع المرتاع غير منين الصوع المرتاع في التخمة نجي متخمة عني سابق يضياق الباع في الهم. سابق نستسلم وثاني مولانا مقهور انا مريم من دور التم اللان وغماري من دور التم اللان وغماري وهاي بعض راهو قديم زلنا 10 كل هالشيء قطاع ذكرني بخطار قبي قطاع قديم زاده هو قطاع بيني انا وزميلي الحسن الابراهيم أخير أخير تحيات له هو لا وأخباره عند ولدانا هو مسكين ما بعد لا عاد توب مارك منه الله أرى ورقع ما كان قالع لي حتى ما كان قبال قالع يعني ما زالت وما لا قال لي فلان راجل مهاب وإحنا يبقينا عند أصحاب ماسينا بلوا الأحباب الدار ماسيه دار قطاع قديم ما قط جبرنا كونا داب الصحبة منه في جار وما قط هجر نفر وطاب ساعة على وفة سدار ويطف هنا في عقاب الشهاب كاصر من دقعة ظهار
وبيتلواد العزة شاب راسه والعينين حمار بعد دار السلامة كاب كرش العزة بين أعصاره ساهي عنا غير يحس عقب ذا عن جات أخباره واللي شكرة له داري عس بالعجلين سدار قلت له قال الحسن بيه الوسواس وبيه جالي اللي معانا واسواقه عني فايت في الناس واني جاهل عد أخباره واني شكرة لي دار بساس اني لهنا السدار وما غشماه حسن كاس خير وعند قهار قال الحسن به الوسواس وبيت جالي معانا واس واقع عني فايت في الناس واني جالي عدت اخبار واني شكرت لي دار افساس اني لهنا السدار وما غشماه الحسن كاسر خير في نعمة قهار ولي دار حد بشماس لا يجبر ذاك الدار وقولوا له عني ما هباس اعرف قمنة التشوار وانه العاد اللي يختير يبدل عزو وكارو ويبدل سدار ويا غير يتمكن من وذن احمر هذا بات عاد يطل صلوز الاحمر قال لي الفلاني عاد مزيزيه التلواد عنه نبيه عاد يبيه الطيش مدوغيه كاسر انه قاعد ظهاره وبلعار عليه تواسيه شيباني في السن اخباره ومذكور انه عاد مشيه عن دار السلامه داره كونه في القزر عاد عليه حق الجار ويا رعاجاره ودار وديار الحد الصويد يلهيه القزره مذهب ديار وكان يوكر دار التلواد شور العزه ذيك وكار اول مره حيث دارت زاد به المقادير قال هو دار داره وين دار زين هذا هو اللحن الزين اللحن الزين زين حتى الله قلت له الحسن ولا قبلت انا مولي ذاك اللحن يفوت علي قلت له الحسن غنى بشطاره وتهم عنه ما يبارى في غناه وعدلني شارة غير الدور جي أخباره هو عايد شاعر ما راح حد يناصيه من نواره داره عدلها من داره ويضم وينصف أشعاره وترك داره بدون خسارة وإذا ذهب الحمار وإذا عمري يا رزع الحمار استزادوا كارو نساتوا فيهم العيارة الإجبار وسب التشهاره نبغي نعرف اللي بيني وبيني وياه من اخباره يا كانوا قذاب العيني والله بالعين عوار بيت الخنساء ذاك قال لي فلان راجل رزين وبلا عار وبلا عار عليه تقيمين واحنا شاكي منه ومنين يشكي منه ذاك اخباره تشتد الا به الديمي وقلت في اللغه الشمار الطرف وفاتوا حاره في العينين ولزم العينين الى حار زين حتى ذاك وبيه التركه مات مسكين صايب يقلع شوك اظفاره ولا يختار ركب لقيم بيني والتركه قراره فيه يصيب نهاره ويعين فيه منين يصيب نهاره دار التركه دار التركه ودار الحسن ذيك داره دار البركه دار ويا المراه اختار لي نفسك يا دار انت اختار يا المراه الله ينزل حسن زين حتى مرح الله ينزل زين حتى مرح وهذه عقب تعاد حلقه رانا حايزين ترفيه الشعر وقع لا ترفيه لا ترفيه يا غير تفوبي وقع لا شي ما هو ترفيه كانوا سطر والله فيه اختاروا نعرف وجههم اذا في ختام هذه الحلقه من مجلس الادباء اللي كانت ترفيهيه بامتياز كانت تعكس فتوتها والظواهر اللي فتبارك الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لا يفكهم باس العين اللي هما فتبارك الله توم عقود هذا الجيل فتبارك الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم واسطات عقوده وبدوره فتبارك الله اللي ثبت فيهم قولت ابو فراس سيذكرني قومي اذا شد جدهم وفي ليله ظلماي يفتقد البدر فتيانا ودبائنا ومغنينا وعيلنا ان اقتضى الامر الاستاذ خطاري والعلي الملقب المتمغبر رئيس منتدى الأدب الشعبي وأستاذنا وفتانا الأستاذ الفلاني والمسيكة رئيس رابطة أدباء ينشيري وظاهرتنا وديبنا اللي متوحشين وما أنا عادي قاع بينا وحشتوا عاد قارعتوا منا هاي سنقان يعطينا خيرها وسلامته اللي هو ظاهرتنا يسلم والله بعد اللي كويس والمبارك فعلا وتحيات المصورين ميمونة منت الشيخ وباقي المصورين الثانيين وأهل الصوت وأهل الإضاءة وأهل النودال وأهل المونتاج وأهل الإخراج وكل الفنيين وكل من أسهم من أخوتنا اللي معانا حاضرين معانا هنا وراء الكواليس جزاهم الله خيرا
وكل من أسهم من قريب وبعيد في إنجاح هذه الحلقة من مجلس أدباء. وهذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.